كذلك طبعا احنا وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي يصدر رئيس الجمهورية القانون الذي يهدف إلى الوقاية من الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وردع مرتكبيهم، كما يدعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كل مظاهر الإرهاب والتصدي لمصادر تمويله ومنع غسل الأموال المتأتية من الجريمة، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. لم أرى شخصيا جديد، لأن القانون الجديد المشروع الجديد حافظ على القانون القديم الصادر في 2003، ولكن أضاف قواعد تحرير خاصة يعني قد تمس من حقوق الإنسان وحياة الخاصة بما فيها خاصة المواد 51 و54 و58 التي تتحدث عن اعتراض المكالمات الهاتفية والمراقبة السمعية البصرية، خاصة ونحن في وضع ليس لنا ظروف يعني تقنية وعلمية ومتخصصين للقيام بهذه العمليات، ولربما نلتجأ للتعامل مع مخابرات أجنبية في هذا المجال، وبالتالي ليس هناك ضمانات يعني موضوعية لكي نحمي حقوق الإنسان، لأنه فعلا نحن ضد الإرهاب ومع مكافحة الإرهاب، لكن بشرط لا نقايض الأمن بالحرية، لأنه سنخسر الاثنين. وهذا المشروع يعني يطرح عديد الإشكاليات تمس خاصة حقوق الإنسان. والله هذا ملتقى جاء في وقته باعتبار أنه يتعرض لموضوع الساعة اللي تعيشه ربما البلاد التونسية، ونعرف كل سوسة نفسها هي كانت مستهدفة لعملية إرهابية، والمحاماة التونسية أيضا يعني نالها ما نالها من الإرهاب. ونعتقد أنه حان الوقت لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، حتى من جهة نكافح الإرهاب بالطبع ونضمن الحقوق أيضا من أجل محاكمة عادلة. على السلة المكلفة بتطبيق هذا القانون أن تحترم الضمانات الدستورية وأن تعتمد الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. أعطيك مثلا كمحامي، الفصل 33 يقول يستثنى المحامي من واجب إشعار السلطة باستثناء المعلومات التي يؤدي الإعلام بها إلى منع قيام عملية إرهابية، فكيف سيعلم المحامي أن تلك المعلومة ستمنع يعني قيام عملية إرهابية؟ بالتالي هذا المشروع الجديد يطرح إشكاليات عديدة جدا ولا بد من الوقوف إليه، لأنه لا نمشي بالفكرة القائلة أنه هذا المشروع هو سيحارب السلفية الجهادية، هذا المشروع قد يطبق على الجميع لاحقا. ومن غرائب يعني من سخرية القدر أن هذا المشروع يصدر لما هناك جبهة مفتوحة للإرهاب في شمال مالي، ولما هناك أوضاع يعني تفجيرات واغتيالات في تونس، شأنه شأن قانون 2003 وضع لما كان هناك حرب على الإرهاب في أفغانستان، وهناك يعني ذهاب التونسيين للقتال في العراق أو في أفغانستان. سخرية القدر تشابهت نفس الظروف، الوضع الوحيد الذي تغير نحن الآن انهارت الدكتاتورية، وبالتالي نكون موضوعيين في محاربة الإرهاب. نعم نحن ضد الإرهاب، ولكن مع الحفاظ على حقوق الإنسان وحماية الحياة الخاصة. والله هذا ما سنراه اليوم في جلسة اليوم، باعتبار أنه ثم مشروع جديد، ثم رؤية جديدة، وسنحاول من خلال هذا الملتقى مناقشة هذا المشروع والخروج ربما بتوصيات فيما يتعلق بمن يشمله هذا القانون أولا، بدور المحامي أساسا، هذا ربما ما يهم الهيئة الوطنية للمحامين، دور المحامي في مثل هذه القضايا، ومسألة السر المهني، يعني هذه مسائل مطروحة.